بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم فوقع في الأحباب رضي الله عنهم أخذ الله تعالى يظهر النور المخزون فإبراز الجهيد كل من عبد الله إلى ذات آمنة رضي الله عنها وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب من أهل الإيمان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت النحور والبلدان وبقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى منا في السماء والأرض فلا إبن المرأة مكسمنا منه السيد البشر في بطن عامنا أرى ورمان لكل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن عامنا يهدز الأرش طرمه في بشارة وزاد الكرسي هيبة وقارة فامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة طويلين واستغفارا فأصبحت آمنات وقلوبي جبلت المؤتمنة وآمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت لابتكاء نور الآيات فتباشرت بجميع المخلوقات فلما حملت به صلى الله عليه وسلم بشرت في شعبان بين عين المنام وقيل لا في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والقناة فسمعت الملائكة في شوال يبشرون عبد الله في برعاية المنى ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام ويقول لا بشري بصاحب الأنوار والوقار والسنة والله في ذي الهجة موسى الكريم عليه السلام وعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاه إلى السنة وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأنه وقضى إلى طياق الدنا وصفت الملائكة منزلها في صف حالمة معرض السرور قد كربودنا فلما هل ربيع الأبيضات الأرض والسماء وشرطت البيت والصفاء ثم لما جاء وقت الولادة وأخذت منشور السعادة وجد بآمنا وحان بروز شمس السعادة تالي للهق نورا الله ونشرت له في الكون على أمر الله فإذا بطويل النبي لقد سقط من الهواء فمر بجناه إلى بطن آمنا مصريا فضرب المخاض ليلة السنة الثانية عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبية نبي الفقرين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله Yeah.
النبي محمد منذر الخلائق من جهنم في عدي شعال أمتي برؤية وجهي هذا هو الداب اللطيف الأزيد يا رب صل على النبي محمد منذر الخلائق من جهنم في عدي صلى الله عليه وسلم.